بالفخر وافتخار واعتزاز لهذا الاطار في المسار ديالو، لان المسار ديالو هو اللي تيحكم عليه، يعني من انطلاقا من قطر للفاتح للوداد الان حقق القاب، اظن بانه الاجدر والاحق بهذا المنصب هذا. فنتمنوا له حظ سعيد، نتمنوا له التوفيق ان شاء الله، نتمنوا انه يعطينا واحد المنتخب منسجم متكامل اللي يمكن يحقق نتائج ايجابيه. لو فيكو ديال سي تيمون، واش متفائل مستقبل ديال المنتخب؟ لا انا الحمد لله ديما متفائل، انا متفائل حتى شوف من خلال المسار ديالنا حنا مثلا، انا نقول لك في المكسيك كنا دائما متفائلين، مجموعه اسريه تعايشنا، ما كناش تنظروا للخصوم الاخرى بان عندهم هذا اللعاب ولا هذا اللعاب، يعني فريق تعايش، وكان هذا في خلال يعني بتواجد سيفاريا ديفاريا بريباراتور فيزيك جوردان جورفان، يعني قاموا باشياء جديده بالاضافه للستاف الطبي اللي قام حتى هو بالعمل جيد، وهذا هو اللي خلى ذاك الفريق باش يكون في ذاك القيمه ديالو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.